مشاهدينا، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أرحب بك أستاذ جميل معنا. أهلا بحضرتك. أستاذ جميل، يعني ما زلنا نتحدث عن مخطط جماعات الإخوان الإرهابية والترويج لهذه الشائعات وللمفاهيم الخاطئة والمزيفة، يمكن تزداد عند كل مناسبة مصرية، وما زالت هناك عدد من الأبواق الإعلامية التي تدعم هذه الجماعات الإخوان الإرهابية ويمكن تدعم البلاد التي تدعمها. تعليق حضرتك على هذا الملف. هو بالطبع يعني جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في تنفيذ مخططها ده، وكل سنة وكل في هذا الوقت بنشوف ان جماعة الإخوان الإرهابية بيصدر عنها او عن أطواقها في الخارج انها تنفذ الدعوة للفوضى، الدعوة للعصيان، الدعوة لإثارة الفتن، ويتحدثوا عن ثورة الشعب والغلابة، وهم كلهم بعيدون كل البعد عن كل ما يسعون إليه. هم مستمرين ضد الدولة المصرية، ضد الاستقرار، ضد حالة التحسن الاقتصادي اللي الدولة المصرية فيه. هم يعني في وقت من الأوقات إن المنطقة كلها زي ما احنا شايفين كلها أزمات وكلها توتر في المنطقة كلها. يعني كلها أزمات وكلها صراعات، لكن نجد أيضا إن الدولة الوحيدة القادرة على حماية أمنها القومي وحماية حدودها هي الدولة المصرية، لكن هم ضد الجيش المصري وضد استقرار مصر وضد تقدم مصر، بل بالعكس هم بيسعوا إلى تقليب الرأي العام العالمي، مش الداخلي فقط، هو تقليب الرأي العام العالمي على الدولة المصرية. هم يقفوا بجانب الأعداء ضد الدولة المصرية، هم يناصروا جيوش إقليمية ضد الدولة، ضد الجيش الوطني المصري. يعني نعم، إذا في هذه النقطة أستاذ جميل، يعني لماذا إشاعة الفوضى يعني مع اقتراب ذكرى 25 من يناير، وأيضا أي ذكرى مصرية يعني أو أي إنجاز يتحقق أو أي إقامة مشروع نرى نوع من إشاعة يعني الأكاذيب والمفاهيم المغلوطة وأيضا إشاعة الفوضى والبلبلة؟ برأيك ما الهدف من وراء ذلك، وكيف يمكن التصدي لكل هذه الشائعات وهذه الفوضى؟ هو بالطبع دلوقتي احنا لو نظرنا الى الشعب المصري هنجد انه يعني اصبح على دراية كبيرة جدا بكل ما يحدث، بكل ما يحدث من شائعات، يعلم جيدا الخبر الصحيح من الخبر الغير صحيح في الوقت الحالي. ونجد ايضا ان هم يعني الشعب المصري ابتدى يفرز وعرف اهداف جماعة الاخوان الارهابية وعرف دمويتهم، ويعرف ان احنا في الوقت الحالي هي بتسعى الى اثارة الفوضى والى اثارة البلبلة داخل الدولة المصرية. كان في وقت من الاوقات او من فترات كبيرة كانوا بيثيروا البلبلة وبيثيروا الشائعات بشكل يومي مستمر، اكثر من 20 30 40 شائعة في اليوم الواحد من اجل اثارة الفوضى. لكن وكان في بعض هذه بعض من تلك الشائعات كان برضو الشعب المصري كان لازال لسه برضو ما عندوش الوعي او الادراك الصحيح، كان بيشير بيعيد نشر هذه الشائعات مرة اخرى. لكن في الوقت الحالي نجد ان اصبح السواد الاعظم من الشعب المصري يعلم جيدا الصحيح من الخطأ. طبعا كل الدعوات اللي هم بيدعوا اليها الى إثارة الفوضى والى إثارة البلبلة كلها الى يعني كلها والهراء سواء، يعني ليه؟ لان الشعب المصري عرف وعرف ان احنا لن نعود الى الفوضى مرة اخرى، وعرف ان ما حدث في المنطقة كلها كانت مؤامرات خارجية، كان ازرع المؤامرة الخارجية دي داخل مصر وداخل الدول العربية هي جماعة الاخوان الارهابيين. فبالتأكيد لن يعود الشعب المصري الى الوراء خطوة واحدة. لكن استاذ جميل، يعني عفوا عن المقاطعة، لكن في هذه النقطة بالتحديد يمكن الشعب المصري بالتأكيد يدرك ما هو الصح من الخطأ في هذا الوقت، لكن ما زال هناك صعوبة في تفنيد الامور. يعني كما تعلم يعني بالحديث مع احد الخبراء في التحقيقات الاستقصائية كان يقول ان هناك بعض القنوات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم يمكن اسلوب منهجي صحيح فعرض عدد من المعلومات المزيفة والخاطئة. اذا كيف يمكن التفنيد في هذا الأمر، خاصة أن أصبح يمكن هناك نوع من الاحترافية في نقل الشائعات؟ هو خلي بال حضرتك، هي الشائعات دي لما بتصدر من أجهزة استخبارات، يعني في أجهزة استخبارات لبعض الدول هي موجودة وقاعدة. هو يعني
هدفها الاول، او ادارات خاصه في اجهزه الاستخبارات دي متخصصه في اثاره الفوضى او نقل الشائعات او على مواقع التواصل الاجتماعي دي في اكتر من دوله في العالم، حتى الولايات المتحده الامريكيه طبعا. عملت تلك الاداره. في ايضا طبعا في الدول المعاديه لينا زي قطر زي تركيا عندهم اجهزه استخبارات هي اللي بتسعى الى ادخال احدث اساليب العلم الحديث في ان هي تقدر ان هي تفند الشائعه وتقدر توصلها مظبوط، وتقدر توصلها يعني بتحط زي ما بقول لحضرتك السم في العسل، يعني شائعه او حاجه بيتم نشرها هي في مصلحه الدوله المصريه لكن هي داخلها سموم كثيره جدا ضد الدوله المصريه. فهو هي دي هنا الاحترافيه بتاعه الشائعات وكيفيه تصدير الشائعات، لكن يجب على المواطن المصري انه ما يمشيش برضو ورا الشائعات مهما كان احترافها الى ان تصدر بيان رسمي من المتحدثين الرسميين للدوله للحكومه للقوات المسلحه للشرطه. هو ده اللي يجب على المواطن المصري في الوقت الحالي ان هو يواجه الشائعات بهذا الشكل، انه لا يعيد نشر اي شائعه مهما كانت حتى لمصلحه لكن الدوله. في بعض الاحيان استاذ جميل يمكن يتم التركيز على نقطه سلبيه وسط يعني او ترك الصوره بكل زواياها الايجابيه، يمكن طرح احادي الجانب. اذا في هذه النقطه كيف يمكن التصدي لكل هذه الشائعات وهذه الامور والمغالطات من وجهه نظرك بالنسبه للشعب وايضا بالنسبه للدوله؟ بالنسبة طبعا للشعب ان هو ما يجريش وراء الشائعات، يعني يشوف الصح ايه والغلط ايه، ويعرف كويس جدا ان هو مش كل ما يقال. يعني مثلا زي ما هقول لحضرتك يعني مثال بسيط دايما بينتشر في الوقت الحالي وخاصة كل شوية بين الحين والاخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الطائرات المجهولة تضرب مواقع في ليبيا، وهم يقصدوا بالطائرات المجهولة دي هم عايزين ينقلوا الصورة ان مصر مشاركة فيما يحدث في ليبيا، وهو ده بعيد كل البعد عن مصر لا تتدخل في شأن اي احد. فنجد على في الجانب المواطنين المصريين هم فخورين بجيشهم فبيبتدوا يشيروا هذه المعلومة، لكن هذه المعلومة تضر كثيرا بالموقف المصري وتضر بالتحركات المصرية، لان مصر لا تشارك باي شكل من الاشكال في او لا تتدخل باي شكل من الاشكال في دول اخرى او في الشأن الداخلي لدول اخرى. ونجد ان هذا الكلام يتم نشره ايضا او اذاعته على القنوات الخاصة بالجماعات والتنظيمات الارهابية، ويبتدوا يتكلموا ويحللوا ازاي مصر تتدخل. فيجب ان احنا يكون عندنا وعي بكل ما يتم نشره وكل ما يتم اعادة نشره مرة اخرى، لان كل ده بيأثر بشكل مباشر على ما تشهده مصر في فترة الأخيرة. أستاذ جميل، نوع من الوعي لدى الشعب المصري. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.